تعتبر العلاقات البحرينية الكويتية نموذجا للعلاقات بين الأشقاء في شتى المجالات، ولا سيما في المجال التشريعي ومجال العمل البرلماني، كما اتسمت العلاقات البحرينية الكويتية بالرسوخ والازدهار على مختلف الأصعدة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد حسن عيد بوخماس، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. مساء الخير سعادة النائب، وأهلا بك معنا في نشرة الأخبار. بداية دعنا نتكلم عن العلاقات البحرينية الكويتية، كيف تصف هذه العلاقات؟ طبعا بداية نحب أن نبارك ونهنئ دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالذكرى السنوية للعيد الوطني ويوم التحرير، ونتمنى لهم طبعا مزيد من التطور والنمو في المجالات في ظل قيادتهم الحكيمة، وندعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل شر وسوء. طبعا بلا شك أن علاقة البحرين، مملكة البحرين ودولة الكويت علاقة قوية، علاقة أخوية تربطنا معهم راسخة في إطار حرص جلالة الملك المعظم وحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء الموقر، على تنمية أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين طبعا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا الإعلامية. وطبعا العلاقات بين البلدين هي نموذج للأخوة ووحدة الرؤى طبعا والمواقف في إطار المجلس التعاون أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي. طبعا بلا شك أن الحرص تعزيز وعلاقة العمل المشترك بين البحرين أو مملكة البحرين ودولة الكويت ووحدة القضايا العربية والإسلامية. طبعا دولة الكويت تتمتع وتملك سياسة حكيمة في التعامل مع قضايا المنطقة وخاصة اللي هي القضايا الخليجية والعالمية والدولية. نعم. بقيادة الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح. طبعا هم القيادة تتميز القيادة بتمسك بمبادئ الدبلوماسية الحكيمة في حل مشاكل المنطقة ورفع السلام وحل النزاعات الإقليمية والدولية، ودورهم الإنساني استكمالا لنهج الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح. نعم سعادة النائب، يعني هي علاقات راسخة تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة. نعم. في شتى المجالات ومنها المجال البرلماني، دعنا نتكلم أكثر عن العلاقات البرلمانية بين البحرين والكويت. طبعا بلا شك أن المجلس الوطني أو المجلس البرلمان طبعا هو نتواصل معهم دائما. نعم. احنا كمجلس وطني من كلا الغرفتين الشورى والنواب دائما تواصل مع المجلس الأمة الكويتي، ونتناقش معهم في أمور كثيرة بما يخص المنطقة، سواء المناطق اللي هي تشمل الدول مجلس التعاون أو الإقليمية أو الدولية. نعم. وطبعا بطبيعة الحال يعني الحمد لله علاقاتنا معهم جدا طيبة منذ أول تأسيس مجلس الوطني أو مجلس البرلمان البحريني ل 2002. نعم. زرناهم زيارات من قبل من 2002 واستمتعنا يعني بالمشاريع اللي عندهم والقضايا اللي تمس الوطن أو المجلس التعاون والوطن العربي. نعم سعادة النائب، كيف تقرأ مستقبل العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة؟ طبعا بلا شك أن مملكة البحرين والكويت طبعا تعتبر بلد واحدة، لأن يعني من طبيعة العلاقة البلدين أتوقع دائما أن تكون العلاقات تشهد تطور يعني ملموس على كافة الأصعدة. نعم. منها المستويات خاصة في خلال اللجان العليا المشتركة بين البلدين، واللي هي الاتفاقيات المشتركة التي أبرمت في سواء في مملكة البحرين أو في دولة الكويت في المجال الدبلوماسي
والقنصلي وفي المجال السياحي والجوي وأيضا الثقافي والتربوي والإعلامي، أمور كثيرة. هي كل هذه المجالات طبعا أبرمت واتفاقيات كلها تصب في مصلحة البلدين، ونحن إن شاء الله يعني حجم التبادل التجاري بين البحرين والكويت منذ القدم، يعني هناك صفقات تجارية، صفقات اقتصادية، سواء على مستوى الأسهم أو على مستوى الاستثمارات في 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 الأراضي، في مثل ما يقولون في المشاريع الإسكانية، مشاريع البنية التحتية. ونحن طبعا كبلد واحد، نقول مملكة البحرين والكويت بلد واحد، ونحن إن شاء الله نشد يدنا في يدهم في أي ما إن شاء الله. ونحن طبعا كمملكة بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم دائما يعني يحفنا ويحزنا على أن نحن نكون تكاتف في مجلس واحد. نعم. سعادة السيد حسن عيد بوخماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على استضافتكم، والله يعطيكم العافية. شكرا، الله يعطيكم العافية.